السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطفال الحلوين، طلاب كي جي وان، ازيكم؟ النهاردة هنكمل الدرس التاني من درس صورتي الشخصية، واللي خدنا فيه أول حاجة ايه؟ الأشكال الهندسية والألوان. الأشكال اللي هي ايه؟ الشطار الحلوين يفتكروا، ها دي كانت ايه؟ أول حاجة ده مستطيل. المستطيل بنشوفه فين؟ يلا فكروا وقولوا. اللي بعده كان ايه؟ مثلث. شطار، المثلث بنشوفه فين؟ اللي بعده مربع. حلوين، المربع برضو بنشوفه فين؟ يلا احنا اتعودنا ان احنا نبص حوالينا ونشوف ايه اللي بالشكل ده ونقول عليه. برضو الدائرة. شطار، حفظته خلاص. طب عرفنا الألوان، أحمر والأصفر والأخضر والأزرق. شطار، عرفنا ألوان الفاكهة والخضروات. حلوين. طب احنا عرفنا الحاجات دي ازاي؟ شفناها ازاي؟ بنشوف عن طريق ايه؟ برافو عليكم، عن طريق العين. طب العين دي من ايه؟ هنخلينا النهاردة ناخد درس جديد هو الحواس الخمسة. حلوين، ايه هما الحواس الخمسة؟ سمع وبصر، شم وتذوق، وكمان اللمس. نقولهم كمان مرة: سمع وبصر، شم وتذوق، وكمان لمس. حلو قوي الكلام ده. طيب اول حاجة احنا عشان نشوف الالوان والاشكال بنشوف عن طريق عينينا. يعني ايه؟ يعني الحاجة المسؤولة عن حاسة البصر هي العين. حلوين، يبقى احنا عرفنا كده حاسة البصر. طب احنا في حاسة البصر دي ممكن نشوف ايه كمان؟ ممكن نقرأ، ممكن نعمل ايه؟ ممكن نلون. ما احنا قادرين نحدد الالوان والاشكال. شفت البنوتة بتشاور على عينيها وتقول لك بعينيا اقدر اقرأ واقدر اشوف الالوان واقدر ابص في الميكروسكوب. حلوين، عرفتوا حاسة البصر؟ طيب تعالوا نشوف حاجة كمان. احنا بنحب الاكل. طب بنحبه ليه؟ لما بنبص عليه بعينينا بنلاقي شكله حلو، وخصوصا الاكل اللي ماما عاملاه. طيب ندوقه بايه؟ هندوقه ببقنا. برافو عليكم، هندوقه ونقول ايه؟ الله ده جميل. يعني ايه؟ احنا تذوقناه. صح، تذوقناه بلساننا وبقنا وقلنا طعمه حلو او طعمه مزز. زي ايه اللي عندنا مزز كده بناكله؟ تعالوا نبص. البنت لما اكلت الكيكة لقت طعمها لذيذ وكانت فرحانة بيها، ولما كلت الليمون لقيته مزز. فحاسة التذوق اللي مسؤول عنها اللسان والفم. يبقى خدنا البصر والتذوق. شايفين البنوتة تاكل ايس كريم، تاكل دوناتس، دول كلهم ايه؟ مسكرين. واللي بعده ايه؟ ملح. يبقى الملح حادق والشوكولاتة مسكرة. تذوق علمنا نعرف نفرق في الأكل. جميل، يبقى احنا بنعرف الأكل حلو ولا لأ عن طريق ايه؟ عينينا، وبعد كده بندوقه. وايه كمان؟ لما تبقى داخل المطبخ كده وشامم ريحة أكل جميلة قوي
تطلع تجري على المطبخ وتقول لها: ماما عامله لنا ايه النهارده؟ ريحه الاكل جميله. ريحه الاكل دي بنجيبها منين؟ برافو عليكو، من الانف. الانف ده حاسه ايه؟ حلوين، حاسه الشم. برافو عليكو، حاسه الشم بتخلينا نشم ريحه الاكل اللذيذ. زي الولد ده واقف مشاور على مناخيره وبيقول: انا شامم ريحه اكل جميل. كمان بنشم ريحه البرفانات، تبقى ريحتها جميله. يبقى الانف بتاعتنا هي المسؤوله عن الشم. يبقى العضو المسؤول عن حاسه الشم هو مين الشطار؟ الانف. طب المسؤول عن التذوق مين؟ الفم. برافو. طب المسؤول عن حاسه البصر؟ العين. انتوا شطار. طب الحلوين بقى، نيجي نشوف الحاسة اللي بعد كده، هي حاسة اللمس. الحاسة دي المسؤول عنها مين في جسمنا؟ برافو عليكم، الايد، لان بنلمس بيها. طب بنلمس بيها ايه؟ بنلمس بيها كل حاجة عشان نتعرفها على الشيء ده. يعني ايه؟ يعني حاجة سخنة بنمسكها هنعرف انها سخنة فبنبعد. برافو. وايه كمان؟ حاجة الباردة، يبقى بنعرف منه السخن والبارد. طب لما نيجي نمسك كده البطانية نلاقيها ناعمة. برافو. اما تيجي كده تمسك صنفرة، عارفين الصنفرة؟ خلي ماما تفرجها لكم الصنفرة، وتمسكوها هتلاقوها خشنة. يبقى في حاجة ناعمة وفي حاجة خشنة. برافو. ولما تيجوا تمسكوا فوطة مبلولة تحسوا ان هي مبلولة ومندية والناشفة. يبقى احنا عرفنا لما بنمسك الحاجة بايدينا ونلمسها بنعرف نعرف خصائص الشيء ده. يبقى احنا بنعرف خصائص كل حاجة عن طريق اللمس. برافو عليكم. يعني ايه خصائص ده؟ يعني بنعرف نوصف الشكل ده او بنوصف الحاجة دي ايه عن طريق ايه كمان؟ عن طريق اللمس والبصر. يعني ممكن تعرف ان الحاجة دي سخنة لما تشوف مثلا بخار طالع من البراد وتيجي تمسكه، او لما تقرب ما البخار طالع بتشوفه بعينك تعرف ان هو سخن. طب لما تيجي تمسك التلج مسكته لقيته ساقع. اخر حاسة معانا هي حاسة السمع، والمسؤول عنها مين؟ حلوين يقولوا. برافو. ودنين، الاذن. الاذن هي المسؤولة عن حاسة السمع. والاذن بنسمع بيها ايه؟ الاذن هي الوحيدة اللي بتخلينا نسمع، وعن طريقها نقدر نتعلم. ان احنا عن طريق الاذن وعن طريق العين نقدر نتعلم، صح ولا لا؟ الاذن هي المسؤولة عنها. كل الاصوات اللي حوالينا الاذن هي اللي بتوصفها، توصف صوت عالي او صوت واطي، صح؟ صوت طفل او صوت راجل كبير، صح يا حلوين؟ يبقى دول الحواس الخمسة. احنا قلنا ايه هما بقى؟ بسرعة نراجع ونقول: سمع وبصر، شم وتذوق، وكمان لمس. هنجيب الشيت ونبدأ نحل الأسئلة بتاعت الحواس ونطبق كل اللي احنا فهمناه. يلا معايا. دلوقتي السؤال بيقول ايه؟ يقول: لون الحواس، عايز البصر باللون الأزرق، والسمع بالأصفر، واللمس بالأخضر، والتذوق الأحمر، والشم البرتقال. طب احنا قلنا البصر اللي مسؤول عنها ايه؟ برافو عليكم، مسؤول عنها العين. يبقى هناخد حاسة البصر ونلون، ناخد العين ونلونها باللون الأزرق. طيب اللي بعد كده السمع، ها قلنا مين اللي مسؤول عن السمع؟ برافو، الأذن. يبقى هنلون الأذن
باللون الأصفر، وبعد كده عايز اللمس باللون الأخضر. طيب هو مين اللي مسؤول عن اللمس؟ شطار، الإيد. يبقى هنلونها باللون الأخضر. بعد كده التذوق، مين المسؤول عنه؟ برافو، العضو المسؤول عن التذوق هو الفم واللسان. شطار، نلونه باللون الأحمر. آخر حاجة الشم، والمسؤول عنها الأنف. حلوين، يلا نلونه باللون البرتقالي. وكده احنا حلينا الشيت الخاص بالحواس. نتكلم عن المقارنة. يعني ايه مقارنة؟ يعني تعالوا نشوف ايه الشبه وايه الاختلاف ما بيننا وما بين غيرنا. يعني ايه؟ احنا كلنا شبه بعض، كلنا بني ادمين، اصحابي كلهم زيي، صح ولا لا؟ بس كل واحد مختلف عن التاني. يعني في واحد طويل وواحد قصير، صح ولا لا؟ في واحد لون شعره اسود والتاني شعره بني، صح؟ في واحد تخين وفي واحد رفيع. يبقى احنا كلنا شبه بعض. تعالوا شوفوا كده البنتين دول، في بنت شعرها اصفر وبنت شعرها اسود، صح؟ وواحدة عينيها سودة والتانية عينيها زرقاء، صح ولا لا؟ طيب في واحدة لابسة فستان وواحدة لابسة تيشيرت وبنطلون، هو مختلفين في اللبس، مختلفين في الشكل، بس هما الاتنين بنات حلوين، صح ولا لا؟ طيب الولدين دول نفس النظام، في ولد اسمر ولد قمحي، ولد شعره اسود ولد شعره بني، صح؟ طيب الاتنين اولاد حلوين شكلهم حلو، بس كل واحد مش شبه التاني، لان احنا كلنا مختلفين، مفيش حد شبه التاني، صح ولا لا؟ برافو عليكم. يبقى احنا هنا نيجي نشوف يعني ايه طويل وقصير، شيء زي القلم ده، قلم طويل وقلم قصير. وايه كمان؟ شايفين الشرابين دول؟ دول مختلفين ودول متشابهين، صح؟ وايه كمان؟ وده طفل صغير ده راجل عجوز، برافو عليكم. ده اسمه المقارنة. يعني احنا بنشوف صفة كل واحد ونقارنهم ونشوفهم شبه بعض ولا مختلفين. بكده نكون خلصنا الفصل الاول اللي هو صورة الشخصية. ما عادش فيه غير الارقام، هناخدهم المرة الجاية. يلا تابعوا معايا وذاكروا اللي احنا عملناه وحلوا الشتات علشان تبقوا شطار، واكتشف يبقى منهج سهل جدا مش فيه اي صعوبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.